واحده زي ما الكتاب بيقول، ضامن وعامل ايه، عامل الواجب الدفاعي، وادي قعود، وادي قعود مع فتح الله. المباراه حلوت خلاص، اتفتح الجيم، في اهداف جايه ولا ايه؟ في اهداف جايه، وادي اهو فتح الله بروح رياضيه عاليه، يعني فاروق بيحذره فيها ايه، يعني بيقول له دي فيها كارت يا فتح الله، دي فيها كارت يا فتح الله، انما بيحذره دي قعود بقى للمره الثانيه، يعني خلال 3 4 دقائق كده، واحده مع بسام وادي واحده مع فتح الله في الانكل كده، انما سلامات ادي اهو، يعني اهو بيكلمه فتح الله، وادي فاروق يا سلام يا سلام على اللقطه، ويعني حكم تاني مش هيقبل بقى اللقطه، انما واضح بقى فتح الله.